السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا وحياكم وبياكم. كم صار لنا لم نجتمع؟ أسبوعان ولا ثلاثة أسابيع؟ الله المستعان. طيب عدنا والعود أحمد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحومة، وأن يجعل تفرقنا دائما من بعده تفرقا معصومة، اللهم آمين. عندنا في هذه الليلة نتكلم عن سورة الفيل. قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. في هذه الآيات من هذه السورة المباركة، وهي سورة مكية، سورة الفيل سورة مكية، يخبر ربنا تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن أمر، يقول له ألم ترى. وهنا الرؤية هذه رؤية علمية، رؤية علمية، والاستفهام هنا قال أهل العلم أول شيء تقريري، يعني تقرير لما حدث، ثم هو تعجب، يعني اعجب كيف فعل ربك بهم، يعني شيء عجيب الذي فعله الله بأولئك القوم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا الأمر بعينه، لأنه على المشهور قيل ولد قبل الفيل بسنوات، وقيل ولد في عام الفيل. سواء قلنا ولد في عام الفيل أو قبل الفيل، إذن هو لم يرى هذه الحادثة، فيكون قول الله تبارك وتعالى ألم ترى هذه الرؤية القلبية العلمية، يعني ألم تعلم علما يقينيا ما فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وأصحاب الفيل هم أبرهة الحبشي وأتباعه، ولهم قصة ذكرها أهل السير وأهل التفسير وأهل التاريخ، وذلك أن أبرهة الحبشي كتب إلى النجاشي لأصنعن لك بيتا أصرف به وجوه العرب عن الكعبة، لأن العرب كانت تعظم الكعبة حتى على يعني شركهم، كانوا يعظمون الكعبة وكانوا يحجون كل سنة إلى الكعبة، ولكن الحج هذا يعني فيه بقايا من حج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا يطوفون ويسعون ويقفون بعرفة ويقفون بالمزدلفة، ولكن يعني فيه شركيات وفيه بعض الأمور التي من عندهم، يعني كمثل أنهم يعني القرشيون كمثال لا يذهبون إلى عرفة، لا يخرجون من حدود الحرم، كانوا في المزدلفة يخرجون بعد شروق الشمس، كانوا يطوفون في البيت القرشيون بملابسهم، وغير القرشيين إن وجد ملابس من قريش أو ملابس جديدة أو طاف عريانا في بيت الله تبارك وتعالى، وكانوا يعني في تلبيتهم يشركون، فكانوا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، ملكته وما ملك، وهكذا. فعندهم حج لكن مخلوط بالشرك، مخلوط بالبدع والضلال، وكانت العرب على كل حال تعظم هذا البيت، تعظم هذا البيت. فأبرهة الحبشي قال لي النجاشي، والنجاشي كلمة نجاشي كل من حكم اليمن يقال له نجاشي، وكانت الحبشة في ذلك الوقت تتبع اليمن، فقال هذا النجاشي أو أبرهة للنجاشي لأصنعن لك بيتا يصرف وجوه العرب على الكعبة، يعني يأتون يحجون إلى بيتك بدل ما يحجون إلى الكعبة. فصنع كنيسة عظيمة، غضب بعض العرب لهذا الأمر، يعني كيف يعني تصرف وجوه الناس عن الكعبة إلى هذا البيت. فذهب أحد هؤلاء الغضبة إلى ذلك البيت وأحدث فيه، أي تغوط في ذلك البيت غضبا لبيت الله تبارك وتعالى، مع أنه كان على الشرك لكن غضب لبيت الله تبارك وتعالى. فلما رأى الناس ذلك أخبروا أبرهة، فغضب أبرهة وقال من فعل هذا؟ قال رجل ممن يعظمون الكعبة، لما سمعك تقول أصرف وجوه الناس عن الكعبة غضب فصنع صنيعه هذا. فهنا قال أبرهة لأهدمن الكعبة. وهذه مسألة مهمة جدا حقيقة قبل أن نخوض في موضوعنا، ألا وهي أن إنكار المنكر
لابد أن يكون بتحصيل مصلحة، أو على الأقل أن لا تقع مفسدة أعظم من المفسدة التي تزال. هنا هذا الرجل يعني أراد أن ينكر ولكن لم يحسن الفعال، فأثار أبرهة وجعله يعزم على هدم الكعبة. قصد أبرهة الكعبة وسمع العرب بذلك أنه جهز جيشا لذلك وأخذ معه الفيلة ليهدم الكعبة، فصار كثير من العرب يتعرضون له يعني يقاتلونه ليمنعوه من ذلك، فكان في الغالب ينتصر عليهم يعني ويصير مستوى لأن جيشه قوي، والعرب قبائل شتى، وكلما جاء إلى قبيلة هزمها. فلما مر على ثقيف فقالت له خرجت له ثقيف وقالت له تريد أن تهدم اللات، لأنهم يعبدون اللات، قال تريد أن تهدم اللات؟ قال لا، ولكني أريد الكعبة. قالوا أنت وما بدالك، المهم لا تأتي لللات. قال لا أريد اللات، أريد الكعبة. قالوا إذن نرسل لك بعد من يعني يدلك الطريق. فأرسلوا معه رجلا يقال له أبو رغال، يعني يدليه طريق مكة، وقدر الله أن أبا رغال هذا مات في الطريق قبل أن يصل معهم، والعرب كانت تتشائم من هذا الرجل، وكانت العرب كلما سافرت مرت على قبر أبي رغال فترميه بالحجارة، يعني كيف تتجرأ تدلهم على بيت الله ليهدموه؟ يعني آمنا بالله ما قاتلت ما كذا، لكن تدلهم على البيت. فكانوا يرجمون قبره. ويذكر أن الفرزدق وجرير يعني وجريرا كان بينهما كما هو معلوم يعني صراع عظيم وهجو وإثارة، فكان جرير يقول في شعره يقول إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقبر أبي رغالي. فكانت مسألة مشهورة عند العرب وهي رجم قبر أبي رغال هذا. وصل أبرهة إلى قريب من مكة فوقف في مكان قريب من الحديبية، ثم بعد ذلك قال أنا لن أهجم، أرسلوا إلى سيدهم. فأرسل رجلا فدخل أين سيدكم؟ فكان سيد قريش في ذلك، وقريش لم يكن لها ملك ولم يكن لها حاكم، لكن كان لها أناس كبار يعني يرجع الناس إليهم في القول، وكان في ذلك الوقت المقدم فيهم هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو عبد المطلب. فذهب إليه وقال إن أبرهة يريد أن يكلمك. وكانوا في ذلك الوقت قد أخذوا إبلا لعبد المطلب عبارة عن 200 ناقة، أخذوها أبرهة أخذها ومن معه. فذهب عبد المطلب ودخل على أبرهة، وكان عبد المطلب له يعني سمت وهيئة وجمال ويعني طول وعرض وكذا، فلما رآه أبرهة أعجبه فأراد أن يجلسه معه على كرسيه يعني كرسي الملك، ولكنه قال لا يصلح رجل من العرب يجلس معي على كرسي. قال لا ما يجلس معي على كرسي، طيب أكلمه أنا على الكرسي وهو أسفل؟ قال هذا تنقص له. فرأى أن ينزله عن كرسيه ويجلس معه على البساط، وفعلا جلس مع عبد المطلب، ثم قال له انظر أنا لم آتي لقتالكم ولا أريد أن أقتل أحدا ولا أسبي مالا ولا أفعل شيئا، أريد فقط أن أهدم هذه الكعبة، فإن خليتموني وما أردت هدمتها ورجعت ولن أوذيكم، وإن قاتلتموني قاتلتكم حتى أبيدكم. فقال تكلم أبرهة بما يريد، ثم قال لعبد المطلب تكلم أنت واسمعني ماذا تريد. فقال عبد المطلب لقد أخذ قومك مني 200 ناقة أريدك أن ترجعها لي. فغضب أبرهة يقول وسقط عبد المطلب من عينه، وقال له تطالبني ب200 ناقة ولا تكلمني في بيت الله الذي أريد أن أهدمه؟ فقال له عبد المطلب كلمة انتشرت بين الناس صارت مثلا، فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه وسيمنعك. قال لن يمنعني أحد. قال نرى سنرى يمنعك أو لا يمنعك. فقال ردوا عليه إبله، ثم أمره أن يخرج. فخرج عبد المطلب وأخذ إبله، ثم رجع عبد المطلب إلى قومه فقال لهم اخرجوا من البلد فإنه لا طاقة لكم اليوم بقتال أبرهة.
فخرجوا من البلاد. فخرجوا من مكة إلى الجبال، فجاء عبد المطلب ووقف عند الكعبة ويقول تمسك بأستارها، وقال كلمة يقوم بالأستار ويقول تمسك بحلقة الباب،